50 صحافي وصحفية مواطنة بين 13 سنة ونص و 22 عام، 5 نوادي صحافة مواطنة، حلقة أسبوعية وثلاثة روبرتاجات، ناس أخرى، بلايس أخرى، وفازات أخرى، وحكايات تتحكي في 60 ثانية. مرحبا بكم في الأخرين. في الآونة الأخيرة في برد جابس، البحارة يتعرضوا لبرشا مشاكل تهدد قوتهم اليومي. مشينا حكينا معاهم وها وشنو جاوبونا. صعوبات من البحر من البرد الكبير هذايا فوش بوزيبس، وزاد البالانسي وبرشا حاجات تبدل، برشا عوامل تبدلت. فما انواع نتاع حوت يحكي لي عليهم بوبايا قبل انقرضت اكثر من شطره، ما عادش نعرف فيها. تقول لنا نبعدوا ياسر، نمشي للريز، نمشي للجربه، نبعدوا على جابس. ما عادش جابس كما نعرفوا كما قبل. الجولف تاع جابس تبدل كومبليتمو، بالانسي ما خلاش، وبعد تلوث ما عادش حتى الحشيش اللي تربى فيه كعبه الحوت الدريع، ما عادش اصلا شيء، مات كله سحق. ما قعد لنا حتى شك، بحاره كلها بصفه عامه للفريق الكبار والصغار ما قعد لنا شك. بدا برشا حاجات المنتوج، ما انتوج معاش كما قبل. احنا صعبات غادي، مصابات ميزيريا والمير ده والشر والشمنطر والبحر، ما عاش فيه حتى ملمس البحر، ما عاش فيه لا مورد رزق لا فيه القشار، ماشي يخدم البحر، ماشي يخدم العقرب، ما خلت حتى شيء. المزازيط طارت، ما عاش فما ناس كيفاش تخدم. مزيد البرد شيميك هذاك سايب باي كمان برد، شوف السايب توكل منك نتاع برد، شوف من نظرك من هنا قريب هذا، شوفك المسيبه تطير مسيبه تو امني قاتل هذاك سفاح البرد. انا قابس سايب باي روح، ما عاش عندنا قابس، لا عندنا بحر، لا عندنا فلاح، لا عندنا حتى شيء. في حتى مردودية البحر، بحر اسمه لكن بحر ما عاد فيه لا مورد رزق. الفلايك هاك شوفها كلها مستقبة مرطبة مربوطة شيم، لأن ما تخرجش، ماش فما مزوط غالي، يخرج يدور ويروح، فما عاد شيء، لأن البرت خلاص هي مسحة، ما خلى فيه حاد شيء، لا حشيش ولا حوت ولا ديول، والبحر اش خارجوا، أشد البلاصة هنا يرتاح هكا ويجي يطلع مزوط ليش؟ يا حصر، قبل البحر يخرج يروح شيخ، هو وبحريته والناس كل شيخ، وقابس كل شيخ، فهمني؟ مش تو يخرج يدخل البحر فرحان ويخرج يبكي. ما عاد عنده حاشي فيه مسكر، ماش يكون دي خوش لوالي يحط فيه، مش يزودون شيء، السوق مسكر عنده شو شو وارك شوفها قشرة كل حبس، قشرة كل حبس وفيها كل رطشي، ثم حتى حد لا في البحر لا في البر، لا ثم حوتة دي ولا صاحي، لا ثم شيء شباب وينه شباب مسكين قام صحت الحيوت، ها ثم شيء والله فهم شيء شيخ، مش عندك شيخ فهمني، وحنين البر هذا في السبعين بينا السبرة تلوس في تونس، والهول هني الهول المرض هني في قرص. صعوبات شتى البحار بكل بعيشته كلها صعوبات، ناحيه معنا الضغط الاجتماعي ما عندهاش، تضرب لا قدر الله طلعت لي حاجه ليك الرب. من ناحيه بحر معنا صيد عشوائي وتلوث معنا كي ما نحكوش عليه، وزيد تويك عليه تو التلوث على الناس التطهير هذا، تو حاليا حتى نفس ما عادش نجم نتنفسوا في البحر، تتعدى من البحر تتخشمخ باش تعدى، قسما بالله بشر نفس ما عادش قادر يتنفس من الناس. احنا الساعه اللي حلنا عيوننا تو في التلوث، قبل كان يحكون عليه بواطنا وجدود، قبل يحكون عليه بواطنا وجدود جنه مش كما تو كومبليت موت تبدل البحار. تو نفترض بشر يخدم بحار خدمه كبحار، يتعال يمشي يخطب ويردوا، هذا كيفاش يمشي الحانوت باش يكاردي يردوا بحار تويك، شكون قاعد يقوم فيه معناها في المديونيه نتاع يعطيه للهباط؟ فمش دوله تعطي قروض خاصه البحار الصغار فلوكا مثلا زي في فين الشباب يقول لك شد القهوه ونخدمش بحر، فهمت كيفاش؟ البحار ما عندهاش هيكله، وحتى عنده هيكله صوريه معناها صوريه حاضره بصفه ملاحظ. كيفاش كلموا كلمتين احنا تويكم بعد يوم تعدى برشا كلام، برشا ناس تكلمت وتعدت برامج وكذا، كل حد قاعد كان قاعد كان الحديث. البحاره شكو تكلموا برشا مرات لكن ما سمعهم حد، نتمنوا انه المره هذه تسمع صوتهم وتتحل مشاكلهم.